أحبتي الكرام، نواصل الرحلة مع ما تبقى من أبواب موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، ووقفنا عند باب ما جاء في المتحابين في الله، جعلني الله وإياكم منهم، وأشهد الله تعالى أني أحبكم في الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بهذه المحبة في جنته وفي مرضاته مع والدينا وآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا والمسلمين جميعا، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. الحب في الله معاشر الأحبة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان، بمعنى أن هذه المحبة إذا كانت في الله دلت على الإيمان القوي، الإيمان الصحيح لهذا العبد، لأن أن تحب شخصا لله لا يعني أنك تحبه للونه أو لشكله أو لقبيلته أو للغته أو لغناه أو فقره أو لنسبته، وإنما تلغي هذه العلاقات كلها ويكون حبك له لله. كلمة ما أجملها وما أعظمها، أن يكون حبك لله بمعنى أن تلغي من قلبك جميع المحاب للخلق وتجعلها للمخلوق، وإذا أحببت خلقا من خلقه فإنك تحبه لله، بمعنى أن حبك للخالق تفرع منه حبك للمخلوقات، فأنت تحب فيه وتبغض فيه، فمن أحببته أحببته لله وفي الله، ومن أبغضته أبغضته لله، لم تبغضه لشكله ولا للونه ولا لقبيلته ولا لغته ولا لانتمائه، وإنما أبغضته لله لأنك رأيت فيه ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. وأنت حينما تبغضه ما كتبغضوش كشخص طول وعرض وكذا، وإنما تبغض فعله وتبغض عمله، فتبغضه ما دام متلبسا بذلك العمل، فإذا انفك من ذلك العمل رجع إلى الأصل، رجع إلى الأصل وهو الحب، الحب في الله. وتأملوا كيف بدأ الإمام مالك بهذا الحديث العظيم، وهو يدل على عظم فضل المحبة في الله. قال مالك رحمه الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابين لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يوم القيامة ينادي الرب الجليل سبحانه وتعالى وهو أعلم بقلوب عباده، لأن المحبة شيء باطني، ما تقدرش تشق على هذا القلب هل يحبك أم لا يحبك، قد يظهر لك إنسان مودة ولكن قد يبطن في قلبه بغضا أو كرها، ولكن من الذي يطلع على هذا البغض أو هذا الكره أو تلك المحبة؟ الله، الله. فحينما يسأل الله تعالى هذا السؤال ليس عن جهل، فهو سبحانه وتعالى العليم علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور،
وإنما يقيم الله الحجة على العباد ويبين فضل هذه العبادة التي هي الحب في الله، فيقول سبحانه: أين المتحابين فيه؟ أين المتحابين بجلالي؟ فينهما هذوك اللي كانوا كيتلقوا لأجلي؟ فينهما هذوك اللي كانوا إلى اشتهم مع بعض لأجلي؟ هذوك اللي لا سافروا مع بعض لأجلي؟ هذوك اللي لا جلسوا مع بعض لأجلي؟ وهذوك اللي إلى اشتهم متقاربين لأجلي؟ أين هم؟ فيرفعون أيديهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، فيقول جل جلاله: اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وهذا الحديث وأمثاله صرحه العلماء بظل عرش الرحمن. الظل هنا منسوب إلى الله، يعني من باب التشريف، حال بيت الله، الكعبة بيت الله، ليس دارا يسكنها، فسبحانه وتعالى لا يحيطه، لا تحيط به السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولكن أضيف البيت إلى الله من باب التشريف، فأضيف هذا الظل إلى الرحمن ظل التشريف، فهو ظل عرشه سبحانه وتعالى. وبما أن عرشه وسع السماوات والأرض، فإن كل المخلوقات يمكن أن تدخل تحت هذا الظل، لأن عرشه وسع كرسيه، والكرسي والعرش، والكرسي بالنسبة للعرش كحبة رمل في صحراء. وإحنا يا هذه المخلوقات كلها 7 مليار اللي فوق الأرض وملايير اللي تحت الأرض، وهذا الكون كله مع كرسي الرحمن كقطرة في بحر. إذن ظل عرش الرحمن، يحتاج الناس إلى الظل. متى يا إخواني؟ حينما تقف الخلائق 300 سنة ينتظرون الحساب. ما أصعبها من مرحلة وما أشدها من مرحلة. وأنا غنقول لكم علش هذه المرحلة شديدة وصعيبة. أولا الناس كيقوموا بالقبور ديالهم وما عارفينش المصير، حتى واحد ما عارف أين سيساق به، هل سيكون ممن يساقون إلى الجنة جعلني الله وإياكم منهم، أو ممن يساقون إلى النار نجانا الله وإياكم منهم. ثانيا هذا الوقوف 300 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا 300 سنة، وقال العلماء 300 سنة ليس بسنين الدنيا، ماشي السنوات ديال الدنيا، السنوات ديال الآخرة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذا كان يوم كألف سنة فكيف بسنة؟ فكيف ب300 سنة؟ ثالثا الانتظار وهم قيام. قال الله سبحانه وتعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينظرون عندها معاني كثيرة، ينظرون من النظر، وينظرون من الانتظار، من الانتظار ينظرون يعني خاشعة أبصارهم. يسمى لك يكون عنده شي مشكلة يبان لك غير في عينيه، العينين مبرقشين محلولين وما تيرمش لأن عنده شي حاجة شغلة، فملي كتبقى ترمش العوينات ديالك علامة على أنك مرتاح. شوف الأخ ديالنا من قبيلة هو تيرمش في عينيه لأنه مرتاح جالس، وعبد اللطيف مسكين كيضرب تمارة، الله يتقبل منا ومنكم. العينين كيرمشوا دليل على ماذا؟ دليل على الراحة. اسمها النبي صلى الله عليه وسلم قرة العين، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين ملي كتكون العين مستقرة مرتاحة، لكن العكس ديالو شاخصة أبصارهم، شاخصة أي مفتوحة يعني على أعلى درجاتها. فإذا هم قيام ينظرون، هذا الشرح الأول. وينظرون من الانتظار، أصعب شيء هو الانتظار. وراكم جربتوا إلا وقفتي غير على شي ورقة ديال الضوء، دابا راه ولاو تيديروا لك الكراسة، حيت عارفين غيشدوا الفلوس، دايرين لك الكراسة ودايرين لك الورقة ديال النوبة. أنت جالس تصور كيوقف غيخلص ورقة ديال الضوء، وواقف قدامه 30 واحد وواقف على رجليه،
تيتكى على هذا الرجل حتى كتعيا، وكيتكى على هذا الرجل حتى كتعيا، وكيرتي ريح هذه وريح هذه باش يوصل. هذا غير انتظار ديال نصف ساعة أو ساعة في الدنيا وتحت الظل، فكيف بالانتظار الطويل وتحت الشمس؟ هنا كتجلى الأهمية ديال الظل، هنا كتجلى الأهمية ديال الظل. 300 سنة تحت الشمس، وتحت الشمس ماشي تحت الشمس بحال دابا، شحال بيننا وبين الشمس الآن؟ 8 مليون سنة ضوئية. يعني إذا بغينا نحسبوها بالكيلومتر راه ملايير ديال الملايير ديال الكيلومترات اللي بيننا وبين الشمس، ملايير ديال الملايير ديال الكيلومترات، ولا وقفتي فيها غير ساعة حوايج كاملين يفزقوا. الآن بينك وبينها ملايير وملايير الكيلومترات، فكيف إذا أصبحت فوق رؤوس الخلائق كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والشمس على رؤوس الخلائق قدر ميل، قدر ميل يعني المساحة أو المسافة ميل. والميل في اللغة العربية عنده جوج ديال المعاني، الميل المسافة المعروفة 1600 متر، وخذوها يعني العجم من العرب المايل، مسافة المايل هي الميل 1600 متر. أو الميل هو المرود، ذاك المرود ديال الكحل تيسميوه العرب الميل، شحال فيه؟ 10 سنتيم. بمعنى إلا كانت 10 سنتيم راه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإلا كانت ميل 1600 متر كذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله 1600 متر، وتقدر توقف فيها. والناس غارقون في رشحهم، غارقون في رشحهم، الرشح هو العرق، منهم من يصل إلى كعبيه، ذاك العرق وصل له الكعبين، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، العرق دياله وصل حتى للركبتين، ومنهم من يصل إلى حقويه، الحقوين هما موضع الحزام، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني وصل له العرق حتى الغرق تيبانو غير العيني. هنا يحتاج الناس إلى الظل الظليل، والظل ديال عرش الرحمن ظل ظليل، وقد ذكر هذا في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث حديث أبي هريرة في موطأ الإمام مالك، وكذلك الحديث المشهور وهو في الصحيح: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم هذان الرجلان، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. إلى تلقوا لقاهم الله تعالى، أي لأجل الله، شي حاجة اللي كتتعلق بالله، الجامع، الصلاة، المصلى، يعني شي عمل ديال الخير، شي تيصوبوا شي طريق، شي تيجمعوا الحوالة للنساء اللي ما عندهم شيء، بمعنى جمعتهم شي حاجة ديال الله. وإلا افترقوا لله، وافترقوا على ديك المحبة ديال الله سبحانه وتعالى، ماشي افترقوا حيت ما بغاش يعطيني فلوسي، تفارقوا حيت يعني قال لي شي كلمه خايبه، تفارقوا لاجل شي حاجه ديال الشيطان، لا، اجتمع عليه وافترق عليه. اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي، جعلنا الله واياكم منهم. وهنا ذكر الحديث حديث 7 وهو في الموطأ وكذلك في الصحيح، عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي هريرة، يعني التابعي ما عرفناش واش سمع من أبو هريرة ولا سمع من أبي سعيد الخدري، المهم راه كاين الواسطة، وكل ما تذكرش الواسطة غنقولوا هذا حديث مرسل، حديث المرسل هو اللي التابعي تيمشي مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا قال رسول الله، التابعي ما تلقاش مع الرسول، كنقولوا هذا حديث مرسل، أي أرسله الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي، لكن هنا ذكر صحابيان، وشك الراوي أيهما ذكر التابعي، هل ذكر أبا سعيد الخدري أو ذكر أبا هريرة، وكلاهما من فقهاء وعلماء الصحابة. أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
سبعة ماشي معنى العدد، سبعة الناس صافي وتنتهي القضية، سبعة أنواع، سبعة أصناف، وكل صنف راه فيه ما شاء الله، الله يجعلنا وإياكم منهم. أولا إمام عادل، إمام عادل. الإمام هنا عامة، كاين الإمامة الخاصة وكاين الإمامة العامة، كاين إمام ديال المسجد، كاين الإمام ديال المحكمة القاضي، وكاين الإمام ديال البيت الزوج، وكاين الإمام ديال البلدة نقولوا القائد ولا العامل ولا كذا، وكاين الإمام ديال الدولة الحاكم أو الملك. إذن الإمام كل هذا دخل في إمام، فأنت في بيتك إمام، فينبغي أن تعدل سواء بين أولادك أو بناتك أو يعني أو من تحت إمرتك، فإذا عدلت بينهم دخلت في هذا الحديث. والقاضي في محكمته يعدل بين الناس ولا يفضل زيدا على عمر أو عمرا عن زيد، وإنما الناس أمامه سواء. حل شريح القاضي لما دخل عنده علي واليهودي في الأول ناض وخلى علي رضي الله عنه جلس في الكرسي دياله، الكرسي ديال القاضي، ولكن لما قال له دير أنا جيت أنا وهذا اليهودي عندنا خصومة، قال له يا أمير المؤمنين أنت عليك علي حق الطاعة، ولكن الآن جيتي متخاصم خاصك توقف أنت واليهودي لهيه، أنا نرجع للكرسي ديالي. ورجع شريح للكرسي دياله وحكم بينهما بالعدل. وهنا قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بهذا قامت السماوات والأرض، أي بهذا العدل قامت السماوات والأرض. ألا يعني من أهل الذمة، واحد يعني من الرعايا، واحد من أهل الذمة ويعني ماشي على الديانة ديالكم وكذا، كان ممكن أبسط حاجة يعني تعطيه الأسبقية، وهو أمير المؤمنين حاكم عليك وهو اللي دارك قاضي، راه يمكن من هنا نخرج أنايا ويجري عليك من القضاء مثلا، ولكن العدل هو العدل. إمام عادل، قاضي، أب، حاكم، وزير، يعني كيفما كان هذا الإمام يعدل بين الناس، يبعث مع هؤلاء السبعة. إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله، شاب ترعرع وكبر ونمى في طاعة الله، قبل ما يبلغ بدا كيصلي، قبل ما يبلغ بدا كيصوم، قبل ما يبلغ رباه والديه على الصدقة على النفقة على فعل الخير على النظافة في المحي والنظافة في المجتمع والنظافة، يعني نشأ في طاعة الله وكبر في طاعة الله واستمر على ذلك. لأن يعني شفنا شحال ديال الشباب، الله يهدي ابنائنا وابنائكم وابناء المسلمين، تيكون في الاول طري مع والديه تيمشي للجامع وكذا وكذا، ملي كيوصل لواحد السن تيجي شي موجه كتديه، طلبوا الله الهدايه للجميع. فهذا نشأ يعني نشأ واستمر، نشأ واستمر على ذلك، اي استمر على طاعة الله. ورجل قلبه متعلق بالمسجد، وفي رواية معلق بالمسجد، القلب دياله معلق بالمسجد، ملي كيكون في المسجد هو مرتاح عنده الطمأنينة والسكينة لأنه يوجد في المسجد، ولما كيخرج من المسجد القلب دياله كيخليه في المسجد. بمعنى إذا كان في الدار راه غير الجسم هو اللي في الدار، غير الكادر هو اللي في الدار، أما القلب راه في المسجد، يعني المحبة دياله للمسجد تجعل مكته ووجوده في المسجد أحب إليه من وجوده في غيره من الأمكلة. هو عبر، هذا هو الميزان، كما تيقول لك طلع تعبر، عبر راسك فين المحبة ديالك، فين كتلقى المحبة ديالك، واش المقاهي ولا في الملاعب ديال الكرة ولا في المساجد ولا في الشواطئ ولا في كذا ولا في كذا، هذا هو الميزان ديال المحبة، ميزان ديال المحبة هنا يظهر فيما تقدمه وما يقدمه قلبك. إذا خرج منه حتى يعود إليه، يعني قلبه معلق بالمسجد منذ أن يخرج إليه حتى يعود إليه، بمعنى ملي كيكون في المسجد راه مطمئن، ولكن ملي تيخرج قلبه تيبقى تيقول وقتاش تود الدرس الأخرى باش نمشي للمسجد، بمعنى الذي يؤخره يعني الأذان أو اقتراب الأذان. ومحل الشاهد على جبل الإمام مالك هذا الحديث هو الثالث، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الرابع
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله، ذكر الله يحتمل أمرين، ذكر الله بلسانه أو بقلبه. ذكر الله بلسانه قال سبحان الله أو قال الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت. بدا كيذكر الله وشوية العينين ديالو فاضوا بالدموع. أو ذكر الله بقلبه، تذكر عظمة الله وتذكر جنة الله وتذكر عقاب الله وتذكر ما ينتظر بعد هذه الدنيا الفانية ففاضت عيناه. وما قالش النبي صلى الله عليه وسلم هنايا فذرفت عيناه، وما قالش فدمعت عيناه، لأن العرب عندهم الأفعال حسب الكثرة. مثلا انفجرت انبجست العين في قصة موسى عليه السلام، فانفجرت يعني لما ضرب بالعصا الحجرة في البقرة فانفجرت 12 عينا، وفي المائدة أو الأعراف فانبجست منه 12 عينا. فقالوا الانبجاس بداية الانفجار والانفجار غايته. فواحد الآية بينت لنا البداية والآية الأخرى بينت لنا الغاية الانفجار. فهنا كذلك دمعت يعني قطرات، دمعت ذرفت أغزر أكثر، وفاضت فيضان أكثر، فاضت عيناه بمعنى ولو عينيه فيضان في عينيه ديال الدموع. من ماذا؟ من خشية الله، من ذكره لله سبحانه وتعالى. الحكمة هنا خاليا، ما معنى خاليا؟ في خلوته ماشي وسط الناس، بمعنى كاين ملي تيكون الإنسان وسط الناس كيحاول يخبي ذاك الخشوع، تيحاول يخبي ذاك الخشوع ما تيبغيش يبينو، وحتى البكاء تيحاول يكضم ذاك البكاء ديالو لأنه وسط الناس. لعله الإمام سعيد بن المسيب قرأ واحد الآية، كان في المجلس كان كيقرأ واحد الآية بحال هكذا كيشرح الدرس، كانت القلوب ديالهم لينة، ماشي بحال القلوب ديالنا نطلب الله يلين القلوب ديالنا. كيقرأ واحد الآية وشوية جاتو واحد البكية خص الآية، وهو كيعطي الدرس وما بغاش يبين لهم باللي راه تخشع. قال لهم ما أشد الزكاة، بغاش يقول لهم راه في الروح باش ما يكذبش. قال لهم والروح خايب، الروح ما مزيان، زعما الروح راه صعيب، ما يقولوش خايب لأن مخلوق من المخلوقات ديال، يقولوا صعيب. هذا هو التعبير، ما أشد الزكاة بمعنى ما أصعب الروح الزكاة. بس هما شنو فهموا؟ فهموا زعما ديك التنخسيسه راه ديال الروح، داك الماء اللي ينزل من النيف ديالو ومن عينيه راه من الروح، هو راه من الخشوع، ولكن يخفي خشوعه. هذا هو المعنى ديال وقتاش كتبكي على خاطرك؟ لما كتكون خاليا. ولذلك كان السلف الصالح يختلون بانفسهم، اما في الثلث الاخير من الليل او في العشر الاواخر من رمضان، الامام مالك تيخرج غير يصلي الصلوات الخمس ويمشي للبيت ديالو يختالي بنفسه، لان هذاك وقت ديال العباده يعني خاص يختالي بنفسه. هذا هو معنى ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال اني اخاف الله. وفي روايه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، هذا الرقم الخامس أو السادس. هذا رجل دعته بمعنى دعته إلى الفاحشة، دعته إلى نفسها، دعته ليقع فيما حرم الله. وشكون هي؟ امرأة جمعت بين أمرين شديدين وخطيرين، أولهما المنصب، هي عندها قراض عليك أنت فوق يعني فوق منك، اما انت خدام عندها او لا هي عندها منصب عالي اكثر من منصب ديالك انت، يعني خاصك تلبي الامر ديالها. وجمال، هذه كثار من الاولى، يعني جمال يبهر قلوب الرجال وكيطيح القلوب ديال الرجال الا من عصمه الله. وقد اجتمع هذان الامران في قصه يوسف عليه السلام،
يقول العلماء سيد النجباء السبعة، هذه السبعة الذين يظلهم الله، هو يوسف عليه السلام. دعته امرأة زليخة، امرأة العزيز، وهو في المكان ديال العبد ديالها، امرأة الوزير، سيدة مصر ذات منصب وجمال، أوتيت شطر الحسن كما أوتي يوسف عليه السلام شطر الحسن. فماذا قال؟ قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هذا ربي فيها جوج المعاني، ربي الله معنى الأول، ربي يعني كرمني بالتوحيد وكرمني بالإيمان وسخر لي المعيشة الطيبة، ما يمكنش نعصى الله تعالى. والمعنى الثاني ربي أي سيدي اللي هو العزيز ملك مصر، ما يمكنش هو دار فيها الثقة وخلى لي السوارت وخلى لي الدار وخلى لي مرته وخلى لي أولاده وبناته ودار فيها الثقة ونجي نخونه من ظهره، أعظم الخيانة، وتهلا فيا وكرمني، ما يمكنش نرد انا هذا الخير يعني بالشر. انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون، لان اللي خان العهد وخان يعني اللي دار فيه الثقه هذا نوع من اكبر الظلم. ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، بمعنى راه امور تفرت لبيبان مسدودين. وما كي يوسف عليه السلام غريب في مصر، ما كيعرفوا حتى واحد، لان عائلته وعمامه وخواله وخوته وكذا كلشي في فلسطين، وتما غريب، بمعنى ما عندوش مناش يحشم، ما كاينش اللي غادي يعني يحشم منه ولا كذا. ثم يعني ان المراه سدت عليه الابواب، ماشي باب واحد، وغلقت الابواب، غلقت من الاغلاق الاحكام، بمعنى كل قفل دارت ليه هذيك الصارطه الثالثه ماشي الاولى، يعني غلقت اي اشددت الاغلاق وماشي باب واحد. وكاين غير هو يعني هو وياها فقط ولا يراهما الا الله سبحانه وتعالى. اذا بالامكان يدير ذاك الامر وما غيسيق ليه حتى شي واحد اخبار، ولكن قال اني اخاف الله. قال يوسف معاذ الله. السابع ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، كما كيخبي هذاك الخاشع خشوعه كذلك المتصدق يحرص على إخفاء صدقته. المتصدق خصوصا إذا خاف الرياء، أما إذا لم يخش الرياء يعني مطمئن أنه بحال شافوه الناس بحال ما شافوه شيء فلا يضره ذلك، خصوصا إذا كان يحث الناس على الصدقة. إذا جوج الشروط باش نبينوا الصدقة ديالنا، الأصل نخبيوها، الأصل نخبيوها باش ندخلوا في هذه السبعة، الله يجعلنا وإياكم منهم. يعني تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. لكن يجوز إظهارها بشرطين، الشرط الأول الإخلاص لله ما يكونش الرياء، والشرط الثاني أن يكون هناك سبب للإظهار، سبب لكي يستدعي الإظهار، بحال بغينا نفرشوا المسجد، الله يجازيكم بخير راه غادي صلاة العشاء غادي نجمعوا باش نفرشوا المسجد، وجبت أنايا واحد 10,000 ريال ولا 20,000 ريال، حيت الناس لو كيجبدوا غير الدراهم، بدا كيحك، قال لك بو العلاوة تيحك، بغى يتصدق وتيقلب على ديك الصغيرة فيهم، وتيقيسهم وتيشوف شكون واش الصغيره ولا الكبيره باش ما يتشمتش، حيت الا جبدها صعيب يرجعها. لا شفنا الناس كيجبدوا المئوات و400، واحد جبد 1000 درهم ولا 500 درهم، هذا ماشي رياء ولكن بغى باش الناس ينفخوا بسخاء، فهذا جائز. شكون اللي كيفرق بين هذا الشيء؟ الله تعالى هو اللي عالم الغيب سبحانه وتعالى. ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهنا أيضا في فائدة أن الإنفاق يكون باليمين، الإنفاق يكون باليمين ما يكونش باليسار. إذا اليمين كديروا بها الأعمال الصالحة، وهذه كنحيدوا بها الخبائث بحال الاستنشاق بحال الاستنطار بحال الاستنجاء، نهزوا بها السطل ديال الزبل إلى آخره. وهذه حتى صحيا راك شفت ذاك الزمان ديال كورونا كيفاش كنغسلوا يدينا بذاك
داك بمعنى راه كاينين الميكروبات عندنا في يدينا كنغسلوا بهذاك المطهر وكذا، بمعنى الا كنا كنستعملوا الليمنيه حتى هي فهاد القادورات راه غتاكلهم، فاذا كتخلي اليد ديالك الليمنيه الماكله والسلام والتحيه والغيرها من الامور اللي هي طيبات وفيها الذكر وفيها الانفاق. وعن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا احب الله العبد قال لجبريل قد احببت فلانا فاحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله قد احب فلانا فاحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر، ما أعظمها من منقبة، كما قال القائل: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، مش الشأن أن تحب أنت ولكن الشأن أن تحب، أن تحب يعني أن يحبك الله وأن يحبك الملائكة في الملأ الأعلى وأن يحبك وأن يحبك عباد الله الصالحين في الأرض. وهذا الشيء يكون للعبد الذي يحرص على محاب الله. إذا كتحرص على الأمور اللي كيحبها الله، الصلاة لله، الزكاة لله، الأعمال الصالحة لله، كتحرص دائما تكون في الأمور اللي كيحبها الله باش يحبك الله. ومن اللي كيحبك الله تعالى كينادي جبريل تيقول: يا جبريل رانا كنحب فلان فأحبه، فيأمر الله جبريل أن يحب العبد. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يزرع له القبول في الأرض. كيزرع عليك الله القبول في أهل الأرض، الله يجعلنا وإياكم منهم. والعكس ديال الله يجزينا وإياكم. وإذا أبغض الله العبد قال لجبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلان فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ويزرع له البغضاء في الأرض. بمعنى اللي يبغضوا الله تعالى راه مصيبته مصيبة، كيبغضوا الله، كيبغضوا جبريل، كيبغضوا أهل السماء، وكيتزرع عليه البغضاء في الأرض. وذلك قاعدة عندك تحرص على الرضا ديال الناس وتخلي الرضا ديال الله، عندك تبغي ترضي الله ترضي الناس وتسخط الله، راه الا سخط عليك الله راه حتى دوك الناس اللي كتقلب عليهم راه ما يرضوش عليك. القاعده اللي خصكم تحفظوها: رضا الله، رضا الله غايه لا تترك، ورضا الناس غايه لا تدرك. فإياك فأدرك ما يترك واترك ما لا يدرك. نعودها: رضا الله غاية لا تترك، الرضا ديال الله هي واحد الغاية ما خصناش نتركوها، فخصنا نحرصوا على الرضا ديال الله تعالى. رضا الله غاية لا تترك، ورضا الناس غاية لا تدرك. الرضا ديال الناس راه ما عمرهم يرضوا عليك واخا دير لهم اللي درتي لهم، بحال هذاك اللي قال لك دار لهم الشوا ودار لهم الدجاج ودار لهم اللحم ودار لهم كذا ودار لهم واحد الحلوى بحال 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 ذاك شو يسميوه كعب غزال، كتحل ديك كعب غزال كتلقى في وسط منها 4000 ريال. عمرك شتي شي عرس بحال هذا؟ كتحلها كتلقى فيها 4000 ريال، قال زعما باش يسد لهم فمهم انواع الحلوى ماكله الطواجن كل شيء. ومن اللي خرجوا واحد قال لصاحبه: اي هاي هاي فشحال ديال البخل، هذيك الحلوه ديال 4000 دارت غير مره واحده، هذه واش هضروا فيه ولا ما هضروش فيه؟ قال هذيك الحلوه اللي فيها 4000 دوروها غير مره واحده، الاخرين دوروهم شحال من مره غريبه وداك الشيء اللي تيذوب دوروا التبصيل 4 المرات، ولكن ديك الحلوه ديال 4000 دوروها غير مره واحده. واش هضروا فيه ولا ما هضروش فيه؟ هضروا فيه. النتيجة أن رضا الناس غاية لا تدرك. فأدرك ما لا يترك واترك ما لا يدرك. فأدرك ما لا يترك وهو رضا الله، واترك
ما لا يدرك وهو رضا الناس. وعن مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني. أبو إدريس الخولاني هذا هو اللي قلنا عليه دخل إلى النار فلم يحترق، ده الرسالة ديال 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 الرسالة ديال أبي بكر الصديق هذا المسيلمة الكذاب، وأمر مسيلمة الكذاب أن يحرق الرجل فصلى ودعا الله تعالى، ولما أدخل إلى النار ينتظرون أن يحترق فخرج منها كما دخلها ولم يحترق، وحارس عمر على أن يراه، فلما رآه عمر قال الحمد لله الذي أراني من هذه الأمة من كإبراهيم، الحمد لله أنني شفت في هذه الأمة ديال محمد صلى الله عليه وسلم رجل مثل إبراهيم، يعني أرادوا أن يحرقوه فلم يحترق. وهذا راه من الشيوخ ديال الإمام مالك، يروي الإمام مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، ملي دخلت للمسجد ديال دمشق ماشي تركيا سوريا عفوا نعم، فإذا فتى شاب براق الثنايا، الثنايا هو هذا براقين يعني كيلمعوا السنان ديالو نقيين، هكذا كانوا الصحابة، تخليش فمك 15 يوم بدون مسواك وبدون سواك وبدون ديما الفم ديالنا يكون نقي، هكذا كانوا الصحابة، واللحية ديالو ديما ديال ليها الزيت أو تي مشطاوي ودهنها بالزيت، تخليش اللحية مش هكا. آخر درس درناه في العناية بالشعر أليس كذلك؟ وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه قال لك دخلت المسجد ديال دمشق وشفت الناس دايرين واحد الحلقة وسط منها واحد الشاب براق الثنايا، يعني الحالة ديالو جميلة والسنان ديالو كيلمعوا، وكان الناس إذا استشكل عليهم أمر رجعوا إليه، فين ما كاين عندهم شي سؤال وشي مشكل تيقولوا ارجعوا للعالي. قال فقيل لي انه معاذ بن جبل، هذا صاحب رسول الله معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فلما كان الغد هجرت، التهجير هو التبكير الى المسجد، يعني تمشي بكري للجامع مع الفتحة ديال المسجد تكون من الأولين، فوجدته قد سبقني بالتهجير، قلت أنا زعما نكون أول واحد مع الحلان غنكون أنا هو الأول، قالك سبقني هو لقيته في المسجد سبقني، ووجدته يصلي لقيته كيصلي يعني وقت النافلة لعله وقت الضحى أو كذا، قال فانتظرته حتى قضى صلاته، قد كنت سناه ما بغيتش نخسر ليه النافله ديالو، تيسلم من ركعتين كاين ود ركعتين كيسلم من ركعتين كاين ود ركعتين، وانا قلت كنت سناه حتى انتهى من الصلاه ديالو. قال ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ما جيتوش من اليمين ولا من اليسار ولا من الخلف، جيتو من قدامه وقلت له السلام عليكم، ثم قلت والله اني لا احبك، يعني داك الشيء اللي سمعت عليك وداك الشيء اللي شاف البارح داك العلم الغزير ديالو ثم العبادة اللي شاف، قال والله إني لا أحبك، قال الله هنا يا حرف استفهام عاد اسم الجلالة، يعني ويعني استحلفك بالله أنك تحبني لي بالمعقول لله، قال الله، فقلت الله وحق الله لك أحبك لله، فقال الله يعني حلفوا المرة الثانية، قال والله الله، قلت الله، قال الله، ثلاثة المرات هو كيحلفوا تيقول لي واش كتحبني فعلا، ثلاثة المرات وهو أبو إدريس الخولاني يحلف لمن؟ يحلف لمعاذ بن جبل. قال فأخذ بحبوة ردائي، العلماء ملي كيبغيك تسمع ليه إما تيجمع لك التلابيب او لا حبوه الرداء تيجرك لعنده
باش توقظ باش تسمع هذا الكلام، راه كلام مهم. انا ملي كنقول لك انا كنكون غادي وربما واحد فينا سارح تنقول انتبه انتبه، كلشي كيرجع كيسترجع الهمه، لان هذا الكلام الذي يراد قوله كلام هام او اعلان هام. الله قال فجبذني اليه، فاخذ بحبوه ردائي فجبذني اليه. جبذ في اللغه العربيه وجذب بحال بحال، كتسمى المنقلبات. المنقلبات اي الا قلبتي الحرف تيبقى المعنى هو هو. جبذ هي اللي كنخدموا بالدارجه جبد، وجذب في اللغه العربيه بحال بحال. اللفظ اللي استعمل هنايا ابو ادريس خولاني قال فجبذني اليه وقال ابشر، غنبشرك واحد البشاره، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. وجبت محبتي لهذه الانواع الاربعه، وجبت لهم محبه الله، الله تعالى اوجبها على نفسه سبحانه وتعالى تفضلا. اش كيتسمى هذا؟ حديث قدسي، ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي لهؤلاء الاربعه. اولا المتحابين فيا، اللي كيتحبوا في الله، ماشي المصلحه، ماشي الوسطه، ماشي العائله، ماشي حيت وقف معايا ذاك النهار انا نوقف معاه، او لا زارني غادي نزورو تيجيو عندنا غنجيو عندهم، ما كيمشيوش عندنا حتى هو ذاك النهار عرضت عليه العرس ديال بنتي ما جاش والله ما نمشي عنده، طيب اللي داكشي في الصرف، لا هذا الصرف ما خداش. طيب تكون في الله محبه في الله، ما يكونش فيها شي خليط. والمتجالسين فيا، الا جلسنا شنو اللي جلسنا؟ المحبه في الله هي اللي جلستنا، كلام الله هو اللي جلسنا، سمعوا كلام رسول الله هو اللي جلسنا، بمعنى ان الجلوس لله ماشي الجلوس لاجل المصلحه. ملي كيكون الجلوس للمصلحه تيجلس الواحد تيشوف المصلحه واش كاينه تما، ما بانت ليش المصلحه هاد الناس سوقهم خاوي وتينوض يمشي بحالاته. ولكن الا كان سوقهم عامر وإلا جمعوا الحسنات، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا. هذا المجلس
ففي الله تعالى الله يجعلنا وإياكم ممن يدخلون في هذا الحديث. ما الذي أجلسنا؟ هل أجلستنا الدنيا؟ أجلسنا حب الله ومعرفة أمر الله ودينه. والمتزاورين في الزيارة لله، لأنك في قطع تقطع يعني الورقة ديال الكار ب 4000 ريال ولا كذا، وتمشي عند واحد الإنسان تال بني ملال ولا خريبكا ولا ورزازات ولا مراكش وكذا باش تمشي تشوفوا لله. سمعتي بلي واحد خوك مريض، يقدر يكون خوك من النسب، ويقدر يكون خوك لله، خوك في الله، ما بيناتكم حتى شي مصلحة، وضحيتي بواحد 4000 ولا 10000 باش تمشي تشوفوا لله. راه ممكن تهز التليفون وتهضر معاه، ولكن بغيتي تشوفوا لله وبغيتي تمشي تزوروا لله، هذه هي المحبة في الله. المتزاورين في الله. وفيه واحد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى أرسل ملكا لرجل، هذا الرجل مشى يزور واحد الأخ ديالو في الله في قرية فوق رؤوس جبل، فأرسل الله له ملكا في صفة إنسان فترصد له في مدرجته، ترصد له بمعنى تعرض له في الطريق، مدرجة أي طريق، وهذه المدرجة كي اللي قال الطريق اللي كتطلع فيها لأنها بحال الدرج الطرق ديال الجبال، فترصد له أي انتظروا في واحد نقولوا حنا واحد الروبوان ولا واحد الخرجة ديال واحد الطريق أخرى، فترصد له قال إلى أين يا فلان؟ قال له إلى تلك القرية. قال له غادي لديك القرية، راه كتبان يعني فرج من القرية صغيرة لأن بقى بعيدة، بقى مسافة. قال وما تفعل فيها؟ وما تصنع في تلك القرية؟ زعما واش عندك شي غرض؟ واش تمشي تشري شي سلعة ولا عندك شي عائلة تما ولا بغيتي تزوج ولا يعني الغرض؟ قال أريد أن أزور أخا لي في الله، بغيت نمشي نزور واحد الأخ ديالي في الله، هذا هو المعنى ديال هذا الحديث. قال وهل له عليك من نعمة تربها عليه؟ واش كيسالك شي حق؟ كيسالك شي جميل دار فيك شي خير بغيتي تردو ليه؟ سلفك شي حاجة بغيتي تردها ليه؟ بمعنى شي مصلحة؟ قضى لك شي غرض بغيتي تكافئوا على ذاك الغرض؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله، والو ما كاين حتى شي مصلحة، ما كيسالني فلوس، ما دار فيا شي خير، ما عنديش معاه شي علاقة مادية، علاقة ديال لله، بغيت نمشي نزورو لله، توحشو لله، كنحبو في الله وتوحشو لله. فقال ليه ذاك الملك أبشر، لأن هذا رجل يعني الملك جاء في صفة رجل، قال له أبشر فإن الله تعالى أرسلني أن أبلغك أن الله أحبك لأنك أحببته فيه. قال يا ربي صفتني أنا خصيصا، جيت من السماء السابعة، صفتني الله تعالى وقال لي يسير راه غتلقى فلان في طريق فلانية ما بين الدوار فلاني والدوار فلاني، وقول له راه ربي كيحبك حيت كتحب هذاك الإنسان في الله. إن الله أرسلني لأخبرك أن الله يحبك لأنك أحببته فيه. هذا معنى ديال المتزاورين فيه. الإنسان يهز نفقة ويهز قفة ويقطع ورقة ديال الكار ويمشي ربما ما يخدمش يومين ولا ثلاث أيام باش يمشي يزور واحد من عائلته أو لا قريب دياله أو لا صديق دياله أو لا أخ دياله لله، ما بيناتهم حتى شي علاقة إلا العلاقة ديال الله تعالى، ويمشي يزوره لله تعالى ويرجع. وأنا أحكي لكم غير والبارح كنا مع واحد الشيخ، هذا الشيخ يعني عالم من علماء السنغال، من علماء قراء العلماء الكبار، يعني عنده مدارس في دكار وعنده مدارس في مدن ديال السنغال، وهو قارئ يعني تيشارك في العالم الإسلامي في ما كان شي مسابقة دولية كيعيطوا عليه باش يحكم يعني في المسابقات في جميع الدول على أي حال. هذه شي شهرين توفى واحد العالم، عالم ابن عالم، هذا الأستاذ الدكتور حسن حميد رحمه الله توفى، وباه هو الشيخ عبد الهادي حميد باقي حي الله يطول في عمره، كلاهما من علماء القرآن، من يعني مراجع، ما كنقولش يعني حفاظ، مراجع في القرآن ومراجع في القراءات. فملي توفى
ملي توفى هذا الولد وتعرفهم هذا العالم اللي في السنغال تعرفهم جوج كيتلاقى معهم يعني في مؤتمرات وكيتلاقى معهم في لقاءات وتعرفهم جوج. قال لك انا تيحكي لي كنت معاه البارح قال لي ملي شفت الشيخ عبد الهادي وقف على القبر ديال ولده وشت فيه العلامات ديال الحزن قلت هاد التعزية ما تكفيهاش التليفون، هاد التعزية ماشي ديال التليفون خاصني نوصل عنده، خاصني نوصل حتى لعنده. وقطع الطيارة ب7000 درهم ديالنا احنا 140 ريال وكرا الوطيل هنا في الرباط 3 دليلات يعلم الله واحد 3000 درهم اخرى قلت تقريبا واحد مليون. ووصل هنايا ومشى عزة الشيخ في ولده ورجع وبقى ليه يومين، بقى ليه يومين عاد تجي الطياره اللي غترجعوا للبلد ديالو. فقال ليه واحد من الاساتذه عندنا في واحد المعهد هنايا في حي شمعو قال له دابا انت جيتي هنايا باقي عندك يومين اجي دير لنا واحد المحاضره للطلبه. قال له هذه الزياره خاصه بالتعزيه ما بغيتش نشارك معها شي حاجه، فهمتي؟ قال لهم هذه الزياره خاصه بالتعزيه راه ممكن يدير محاضرات ماشي غير محاضره واحده، ولكن قال لي هذه الزياره نويت بها انني غنعزي الشيخ ديالنا وراه عزيته وغنرجع للبلد ديالي حتى تجي شي زياره اخرى. حتى جات هذه الزياره اللي قلنا عاد جا الحمد لله مجموعه من الدروس ومن المحاضرات هنا في مدينه سلا. فالشاهد هو نفرقوا ما بين الزياره ديال المصلحه اللي فيها فلوس وتجاره وقضي لي الغرض ونقضي لك وما قضيتي لياش ما نقضيش لك وسلف لي نسلف لك وعقل عليا ونعقل عليك، هذه ما كتسماش لله. إذا كانت لله ما كيكونوش فيها الحسابات. يقدر تجي عندي أنت 10 المرات ونمشي عندك أنا غير مرة واحدة، لأن أنت عارف الظروف ديالي أنني يعني ما كتسمح ليش نجي عندك 10 كما جيتي عندي 10. فهمتي؟ فيعني هذه هي المحبة في الله، أن الواحد يجي يزورك في الله. وفكر فيها مزيان، إلا جا شي واحد مثلا من مراكش وقطع الورقة وجا عندك حتى للدار وجلس عندك وشرب معك كاس زيتي وقول لك راه توحشتك لله ومشى بحالته ورجع، كيفاش غتشعر بديك المحبة كي دايرة؟ حقيقة المحبة. والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا، متباذلين من البذل من العطاء، كتعطيني وكنعطيك وكتسلف ليا وكنسلف لك، بمعنى بيناتنا علاقات ولكن ديال الله سبحانه وتعالى. ما يكونش المتباذلين في المصلحة، إلا انتهت المصلحة ما بقيش تشوفني ما بقيش نشوف، لا ما تكونش علاقات مصلحية. هاد ربعة كلهم، هاد ربعة الأنواع كلهم لغوا المصالح، لغوا المصالح الشخصية وجعلوا ذوك العلاقات كلها لله، الحب في الله، الجلوس لله، الزيارة لله، والبذل والعطاء لله سبحانه وتعالى. آخر حديث في هذا الباب عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس، هذو كيتسموا البلاغات، قلنا قبيل المرسل، المرسل تيكون التابعي ما كيرويش على الصحابي، كيروي مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم. إمام مالك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم جوج طبقات، بمعنى بينه وبين الرسول التابعي وعاد الصحابي. ملي كيروي الإمام مالك مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيتسمى هذا حديث مقطوع، والإمام مالك غالبا كيسميه البلاغ، بلاغني كيتسموا بلاغات. كاين اللي قال في الموطأ 36 بلاغ، ولكن كلها وصلت يعني لقاو ليها الأسانيد ديالها، غير الإمام مالك تيختصر السند ما كيذكرش الأشخاص اللي بينه وبين الرسول، ولكن العلماء المحققين المدققين لقاو أن هناك طرق توصل هذا الكلام من الإمام مالك حتى النبي صلى الله عليه وسلم. عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة. القصد كما في قوله تعالى: واقصد في مشيك. أراه شحال من مشية تيمشي لك الأجر غير بالنية، فهمتي؟ مثلا جوج الناس جاو من سيكتور 3 لهنايا لهذا المسجد، واحد جا قال خصني نتلاقى مع فلان كنسليه واحد 10000، جا القصد ديالو شنو؟ بغى يتلاقى مع فلان، اذا ديك المشيه ديالو مشيه العاده. واحد جا من سيكتور 3 قال ربما نحضروا واحد الدرس او لا غادي نصليو يعني التراويح او غنصليو صلاه كذا، كل خطوه بحسنه.
وكل خطوة برفعة الدرجة وكل خطوة بمحو سيئة. إذا الفرق شنو هو الفرق بيناتهم؟ هو النية. النية باش جا الإنسان، واش نية مصلحية دنيوية أو لا نية ديال العبادة؟ إذا القصد، وقصد في مشيك، مشية ديالك تكون مقصودة، تكون عندها عدف، هدف، تكون عندها غاية، ما تكونش يعني غير بدون قصد. حتى من القفة يا أخي الكريم، حتى من القفة راه ممكن تهز القفة وتمشي للمارشي وتجيب واحد 300 ولا 200 درهم خلطة ما بين اللحم والخضرة وكذا 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 وكذا. واحد آخر جاب قفة بحالك بحاله نفس القضية، ولكن تنويتيها لله تعالى كتكتب لك حسنات. واحد نوى أنه غايدير اللي عليه وصافي، كيأدي الكريدي أو لا الواجب الأسري. راه هناك فرق. النويو راه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أحبها إلى الله الذي أنفقته على أهلك. لكن أنفقته، الإنفاق تكون معه النية، نية الإنفاق. إذا هذاك اللي ما نوى شيء راه تيدير عمل عادي، عمل طبيعي زي، ولكن هذاك اللي نوى راه تيدير عمل تعبدي، تيدير ذاك الإنفاق في سبيل الله. حتى اللقمة يضعها الرجل في زوجته، أي في فم زوجته، يكتب له بها صدقة. والتؤدة، تؤدة يعني ضدها التسرع. تؤدة هو التريث، سنتي يكون رزين الرزانة، تكونش دي غضبان ديما مقلق وديما مزروب ودغيا الغضب ديالك تيسبق الحلم ديالك. لا العكس، كل الحلم هو اللي كيسبق، هو اللي كيسبق الغضب. هكذا يكون الإنسان المؤمن، الله يجعلنا وإياكم ممن يحسنون أخلاقه. وحسن السمت، حسن السمت، السمت الحسن في اللباس، في الابتسامة، يكون الإنسان كيتشوفو يتفرح في الوجه ديالو، في الريحة ديالو، في الابتسامة ديالو. وكاين اللي غير كتشوفو كتقول يا لطيف يا لطيف، ما خصكش تكون من هذا النوع، نطلب الله السلامة والعافية. وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة، يعني هذا جزء 1/50 من الأخلاق ديال الأنبياء. يعني هذه كلها دخلها فاش؟ دخلها في الأخلاق ديال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يخلقنا وإياكم بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وحلما وتبصرة وتذكرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.